بجد بجد، ايه مشكلة بيراميدز؟ ايه مشكلة بيراميدز؟ مشكلة بيراميدز الصورة اللي هو حطها عند اللاعبين في فكرة ان انا ما بلعبش على البطولة، انا بلعب على النادي الاهلي. ده واضح. معقولة يا فارس؟ لا معقول. بنهزر انا يعني؟ السنة بالنسبة لي اللي فاتت عنده دوري عام، وانا كان عندي لسه متبقي لنا حوالي 340 مباراه على نهايه الدوري، وهو طب كان فاضل له 4 مباريات او 5 مباريات، طب يعني كان عنده عدد قليل 9 يعني. تمام. ولو كسب وكسبني مره وتعادل معايا مره ياخد بطوله الدوري العام، فكان بيلعب الزمالك، والزمالك تقريبا كان بلا فريق، والزمالك يبقى متعادل برضه. متعادل، وبيراميدز ما كسبش الزمالك من اكتر من 2000 يوم. نعم، 2000 فانا يوم؟ 2000 يوم لا والله، والله هو بجد بيراميدز ما كسبش غير 2000 مره واحده يوم، بس يا كابتن. هي مره واحده. ولكن الفكره انا كمان كنت مقتنع السنه اللي فاتت ان فكره منافسه بيراميدز الاهلي ما كانتش بالصوره الحقيقيه اللي الاعلام صورها. ده ما كسب 14 اقول مباراة ورا لحضرتك بعض، بس، والاسف طب بره، بذمتك ودي الاسد بره والاسف ايه بره راجل ما يكسب 14 ما مباراة يكسب ورا بعضها؟ 14 مباراه. ما هو في يا. افريقيا كان وضعه ايه وحالته الفنيه ايه؟ النادي الاهلي اول ما رجع ودبدب جنبه بس بلغه الكوره، ايه اللي حصل؟ ما الدنيا فك من اول ماتشات الاهلي وقبل ماتشات الاهلي وبعد ماتشات انت الاهلي، كنت الدنيا متوقع فك. الاهلي يكسب 21 مباراة ورا بعض؟ انا مش متوقع، انا كنت واثق ان الاهلي بطل الدوري، والله. واول وفي عز ما بيراميدز كان بيحقق الانتصارات المتتاليه دي، انا قلت بيراميدز هيصدر لنفسه مشاكل، هيدخل في صراعات، النادي الاهلي هيصدر له ضغوط، والنادي الاهلي اول ما يبدا بلغه الكره تاني يدبدب جنب بيراميدز، بيراميدز هينهار، لان ضغط المنافسه ده النو هاو بتاع النادي الاهلي، ده الحته الكي بتاعي، المفتاح بتاعي هو ده، ان انا ازاي اتحمل الضغوط دي، وده ذكاء المسؤولين. ولكن بيراميدز انا بشوف ان تجربته بتثبت كل مره ان هو عينه على النادي الاهلي مش عينه على البطوله. طب ما هو بيخسر من النادي الاهلي واللي عينه على ما هو يعني، انت السنه اللي دي فاتت خسران كاس قدرات. من النادي الاهلي وخسران سوبر من النادي لا الاهلي بس وخسران نتائجه ما انا هقول لحضرتك، ما انا لما اشوف الناس جوه المباراه مع نادي الزمالك وبيتلغي الهدف اللي حصل ده، انا عايز اقول لحضرتك هو لو الحاله دي مع النادي الاهلي كان زمان الناس من المدرجات كلها في الملعب. ما احنا كنا بنشوف التصريحات اللي بتحصل، كنا بنشوف ناس من باتشيكو مدرجات بيقول ايه. بيراميدز مش مدرجات. طبعا انا بتكلم على المسؤولين، نعم. حتى اوكي، المسؤولين في المدرجات، ما اتكلمش جماهيريا نعم. طبعا، التنظيم، انا انا بتكلم شفت على الكابتن هاني سعيد في اللقاء بعد كده كان كيوت يعني، يعني وقال ايه لك انا بقى معايا ده الصوره. لا كلمتين اتكلم، كده لا يعني، بهدوء انا يعني، عشان بس ما لا يعني يتقالش. هاني اتكلم بهدوء، قال لك انا معايا الصوره ومعانا الفيديو انه ما هم بتثبت انها مضغوط هدف طول صحيح. الوقت بتصريحاته ضد النادي الاهلي. لا لا لا، ده اتكلم هادي، انا قال لك شفت عروق. لا هو اديني يقصد فرصه. بس اقول لك ان انا شفت الكابتن هاني هو طلب لك ان انا معايا فيديو انها بهدف صحيح ومعايا حاجات الفيديو بس للناس. كده يعني. انا لكن شفت، ساعه الاهلي هاني ما يعني هو دي بلاقيه لا ما متعصب شويه. بيستناش يوصل للاستوديو يا كابتن، انا من الملعب شفت بتطلع عروق التصريحات. كابتن هاني سعيد بتطلع كده مرتين مع المنتخب في النهائيات، ومع اي ماتش يخص النادي الاهلي وهو في بيراميدز. ما هو مدير كوره ما تزعلكش طب في هو حاجه مدير كره النادي الاهلي بس ولا يعني، يمكن ما يعني هو ده التاسك بتاعك ولا الجوب ديسكريبشن بتاعتك ان النادي يعني انت الاهلي شايف بس؟ ان بيراميدز مركز مع الاهلي اكتر ما مركز مع البطوله؟ بيراميدز عينه على النادي الاهلي، واللي عينه على النادي الاهلي بيتعب، اللي عينه على النادي الاهلي بيتعب ومش هتوصل لحاجه، لان انا بقول النادي الاهلي مرهق. انت كابتن مرهق. بتتكلم مرهق كمنافس، ده انا ما اتمناش بيراميدز النادي الاهلي منافس لألد اعدائي، يعني النادي الاهلي منافس خارج كل القواعد، لا متعب. فانت بتتكلم يا كابتن نادي على مدار 7 سنوات، بطوله كاس ايه اللي حصل فيها؟ النادي الاهلي ما اشتركش، ما اعتذر صح. عن استمرار فيها، ونادي الزمالك لعب بالبدلاء، المحصله انه خد اللقب، غير كده ما قدرش. فانا بشوف ان هو عنده مشكله وازمه ان هو حاطط النادي الاهلي قدامه، غير فكره التشبع بعدم وجود ضغط جماهيري اللي خلق المنافسه للامانه ما بين الاهلي والزمالك التاريخيه، واللي خلق ان نادي الزمالك رغم ظروف بيمر بيها والنادي الاهلي بتيجي سنوات بيتراجع. ده لو صحيح. حضرتك تفتكر في الستينات بعد ما رجعنا باستئناف الدوري في السبعينات، كانت مباراه النادي الاهلي والطيران بيتكتب عنوان في جريده الاهرام ان عدد الحضور الجماهيري 100,000 ده مشجع. صحيح، ده صحيح. ليه؟ لان هو دي هويه النادي الاهلي انا وده لعبت اللي عمله اهلي النادي الاهلي. وترسانه فارس، مع طبعا تحفظي على كلمه 100,000 لانه الاستاد مش 100,000، لكن هجيب لعبت اهلي. لحضرتك المانشيت، هجيب لحضرتك المره مبالغه الجايه. صحفيه، هو يقصد مبالغه صحفيه. طبعا حتى انا بتكلم حضرتك الاسماعيلي 100,000 لما حاولوا يعني، الحضور والدخول. هو المرتين اللي تقدر تقول ساعه الاستاد كانت تخض الانجلبير. اسماعيلي وانجلبير واهلي ومنشن جلادباخ، لانه هي يا رب تجيبوها لنا يا جماعه صوره تبقي الاصل على الكشافات وعلى الاعمده وماتش وعلى بنفيكا برضو الناس كانت لا ده انا ما شفتوش بقى، ده كنت لسه في اللفه يعني، لكنه حتى الفيديوهات بتاعته صغيره شويه. الكابتن عادل هيكل الله يرحمه كان دايما يكلمني على المباراه دي، لكن انا قصدي انه انا اهلي وترسانه في استاد القاهره مش مذاعه جماهيريا، احنا ما عرفناش ندخل الاستاد يعني، لقينا الملعب على اخره وما عرفناش ندخل الاستاد. طيب
اذا انت شايف انه بيراميدز مركز مع النادي الاهلي وده ماثر على ادائه في البطولات. انا فهمت كده صح؟ لا، هويته هي منافسه النادي الاهلي مش تحقيق اللقب.